على مدار يومين وبحضور أكثر من 3000 مدرس للغة الإنجليزية من مختلف محافظات الجمهورية، استضافت الجامعة الأمريكية المؤتمر السنوي 24 لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. ناس جاي من برا مصر وناس من جوا مصر، ناس من الأقاليم، ناس من الصعيد. التنوع الجميل دوت بيضيف لخبرات أي مدرس في مصر. بمعنى أصح حضرتك عارفة في الآخر إحنا الحمد لله منظومة التعليم إن شاء الله بإذن الله يا رب إحنا عايزينها نساعد شبابنا ونساعد ولادنا، وده مش هيحصل إلا إحنا لما نعرف ندرس اللغة صح، عشان اللغة مهمة جدا لتواصل مع ثقافات أخرى. طب أوصل اللغة إزاي؟ طريقة توصيل اللغة ديت محتاجة حاجة مهمة جدا، طرق جديدة في التدريس. هذه فرصة في غاية الأهمية لمدرسي اللغة الإنجليزية في مصر، حيث يتلاقون جميعا في هذا الملتقى الضخم للعمل على تبادل الخبرات والتدريب حول كيفية أن يكونوا أكثر فعالية مع الطلاب. بنحاول نخلي أو نوصل لكل المدرسين إن حاليا الطالب هو السنتر للاهتمام، وده من خلال إن هو يعرف إزاي يخلي المحاضرات بتاعته أو الدراسة بتاعته والتدريس عامة انتراكتيف، في علاقة تفاعلية ما بين الطالب والمدرس وما بين الطالب والطالب مع بعض. هذا التجمع الكبير لمدرسي الإنجليزية يعود إلى أهمية محاور المؤتمر، ومنها استعادة التجارب الملموسة من أجل تعليم مؤثر مع إعداد الطلاب للمستقبل، وكيفية تدريب مدرس اللغة الإنجليزية ليكون فعالاً. في حضرات مفيدة جداً، استفدنا بأحدث الطرق الجديدة اللي احنا ممكن نستخدمها جوه الفصول بتاعتنا، وان احنا حتى لو في مشاكل بتقابلنا كمجتمع مصري لكن ممكن بالطرق الحديثة دي نتغلب عليها. يعني احنا بنسمع اللانجويج من أهلها وبناخد طرق تدريس حديثة ومختلفة وبنشوف ثقافات مختلفة. تطوير طرق التعليم لجذب الانتباه يسهم في إعداد أجيال من الطلبة على قدر كبير من الدراية والمعرفة. هويدا يحيى، أم بي سي مصر.